بسم الله الرحمن الرحيم. سكشن الاناتومي بتاع الاسبوع ده الجبار بتاع الفيميل جينيتال سيستم بتاع الحيوانات. زي ما احنا شايفين احنا علينا المنهج بتاعنا فيه ثلاثة جينيتال سيستمز: الواي شيبد جينيتال سيستم بتاع المير فيميل الهورس او فيميل الاكواين عموما، الرام هورن شيب شكل قرن الجدي بتاع البيج روميننس او السمول روميننس، بس احنا علينا البيج روميننس بس بيبقى واخد الرام هورن شيب ده. تالت حاجة الانتستينال لوبيوليتد شيب بتاع الساو او فيميل السواينز او البيج. هنتكلم على الاكواين الفيميل الهورس بتاعنا الجينيتال سيستم بتاعها، وبعد كده هنعمل الكومباراتيف في الاخر، ولو في نقط مهمة تخصنا في الكومباراتيف هنذكرها برضو واحنا بنتكلم على المير.